اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد، والفقره الحواريه الاولى من برنامج الاهلي ليله، واللي بيشرفنا فيها الكابتن خالد جد الله نجم النادي الاهلي السابق، واللي انا بتشرف ان انا موجود معاه لان جيل كان جيل مميز جدا، وفي اجيال كده حببتنا في الكوره وحببتنا ازاي نشجع النادي الاهلي. كان من ضمن هذه الاجيال واللي كان ليه دور في فتره سابقه، تحديدا في فتره الثمانينات واواخر السبعينات، الكابتن خالد جد الله. كابتن خالد منور الدنيا واهلا بيك. الله يخليك يا محمد، اهلا بيك وسعيد ان انا موجود معاك. قبل ما ابدا الحلقه وقبل ما اخش في اي تفاصيل، عايز اقول لك كل سنه وانت طيب. عيد ميلادك كان الاسبوع اللي فات يوم الخميس، طبعا ما كنتش موجود معانا يوميها، لكن قلنا لازم تكون موجود معانا النهارده قبل شهر 10 ما يخلص، لازم نحتفل معاك بعيد ميلادك ونقول لك كل سنه وانت طيب، مواليد شهر العظماء. الله يخليك يا محمد، ميرسي قوي، وسعيد انا طبعا ان انتوا فاكريني وفاكرين عيد ميلادي، ودي حاجه طبعا تشرفني. وبنقول عقبال 100 سنه يعني، يا ربنا يسهل كده، ربنا يديك الصحه دايما يا رب. الله. لاعب الكورة لما بيتولد في شهر 10 دايما بيتقال عليه مواليد شهر العظماء، وشهر العظماء ده فيه أسامي كبيرة جدا حضرتك من ضمنهم بالتأكيد. شهر العظماء يعني صدفة إن في التوقيت ده في شهر 10 اتولد فيه مثلا مارادونا، بيليه، كابتن محمود الخطيب، أسامي كابتن خالد جد الله، أسامي كبيرة في عالم كرة القدم. هو فعلا شهر 10 معروف إن هو شهر العظماء زي ما أنت بتقول، لأن يعني تقريبا من أحسن لعيبة على مستوى العالم يعني بالصدفة طلعوا مواليد شهر 10. يعني هنا على مستوى مصر طبعا كابتن محمود الخطيب، زي ما انت قلت مارادونا، فاروق جعفر، فهتلاقي فعلا هو شهر كل من ولد في شهر 10 ومارس لعبه كره القدم هتلاقي ليه ستايل معين، وهتلاقيه ان هو موهوب وعنده تالنت، ربنا اداله تالنت بشكل كبير جدا. فانا كنت محظوظ ان انا مواليد شهر 10 يعني. ذكرياتك بقى مع اعياد ميلادك وانت بتلعب كوره؟ لا، ذكريات كتير يعني، ذكريات كتير جدا، بس يمكن الفترة واحنا بنلعب كورة كان الواحد من كتر كان ممكن ينسى عيد ميلاده، يعني ما كانش حتى بيفتكر عيد ميلاده من كتر ما هو كان بيفكر في تمرينه، في ماتشاته، في البطولات اللي عايزين ناخدها عشان نسعد بيها جماهير النادي الأهلي. ويمكن الوقت ده النادي الأهلي كان فيه يعني كم كبير جدا من اللعيبة على مستوى عالي، يمكن فرقة أو فرقتين أو ثلاث فرق كمان، يعني احنا جينا في بداية الثمانينات كان كم اللعيبة وكم المواهب اللي موجودة كان بشكل كبير جدا، وكان النادي الأهلي بيحظى أنه هو بيضم نخبة من الكوكبة من اللعيبة في كل الخطوط، سواء في حراسة المرمى أو خط الدفاع أو خط النص أو الفراودة. ففي الوقت ده كان محتاج ان كل واحد كان يركز جامد جدا عشان يكون ليه دور جوه الفرقه وجوه النادي، وكان يمكن تفكيرنا بشكل كبير جدا، كنا بننسى يعني ما نفكرش في نفسينا قد ما نفكر في نادينا وفي الفانيلا الحمراء اللي احنا بنحبها اللي احنا بنلبسها، وازاي ان احنا نسعد جماهير النادي الاهلي. يوم زي 24/10 ده ممكن يصادف معسكر، مباراه قمه، ماتش في افريقيا مهم. بالظبط، كان بيصادف كتير يعني، كان بيصادف كتير كده لان كان في عز الماتشات، يعني شهر 10 بتلاقي كل البطولات كانت ابتدت، وفي اخر ماتشات افريقيا كمان بالظبط القديمه يعني الاجنده القديمه. بالظبط، فكنا يعني كل واحد بيكون عيد ميلاده في يوم معين، واحنا متجمعين سواء في معسكر او في النادي في التمرين، كنا احنا بنحتفل مع بعض بكل واحد بيجي عيد ميلاده يعني. بعد الاعتزال لاعب الكرة بيحس بالمناسبات الاجتماعية، بيشعر بيها، بيبدأ فعلا يهتم بيها؟ طبعا بعد الاعتزال يعني بشكل كبير بيهتم بيها، لأنه هو بيهتم بكل حاجة كان مفتقدها وهو بيلعب. فطبعا الحياة الأسرية والبيت والولاد والأعياد الميلاد والمجاملات طبعا بتاخد وقت كبير جدا من حياة لعيب الكرة بعد ما يبطل. فرصه بقى حضرتك معانا النهارده ونتكلم عن تفاصيل كتير، لان الدوري متوقف ومفيش كوره في مصر في التوقيت الحالي، لكن دايما الكوره في مصر الكلام فيها ما بيخلص، ودايما كل يوم بيبقى فيها مستجدات. التوقيت الحالي هنتكلم فنيات اكتر، لان التوقيت الحالي الفريق سافر النهارده الى الامارات في معسكر مغلق لمده اسبوع. اولا على المستوى الفني او كمعسكر بالنسبه للفريق في التوقيت الحالي، الهدف منه وكيفيه الاستفاده منه ومكان إقامة المعسكر في الإمارات مدى أهميته بالنسبة لفريق الكرة؟ لا، هو طبعا اختيار الإمارات اختيار موفق جدا واختيار صائب جدا، لأن دولة الإمارات طبعا يعني بيحبونا بشكل كبير جدا، والنادي الأهلي ليه شعبية كبيرة جدا في دولة الإمارات، سواء من ناحية الإماراتيين نفسهم أو الجالية المصرية اللي موجودة هناك. فطبعا اللعيبه لما بتروح الامارات ما بتحسش ان هي اتغربت، بالعكس بتحس ان هي في بلدها زي ما تكون موجوده في القاهره.
نمره 2 الجو في الامارات دلوقتي جو يعني مثالي، نقدر نقول عليه مثالي بشكل كويس جدا، لان مش حر ومش برد، فالاجواء بتبقى حلوه جدا. المعسكر مهم عشان يحصل عمليه ريفرشمنت للعيبه، يعني ازاي ان انت بتطلعهم من جو القاهره والجو الروتين اللي هم عايشين فيه في اجواء تانية اصح شويه، بيغيروا جو. الناحيه الفنيه طبعا بيبقى ليها بقى مردود جامد جدا، ان بيبقى فرصه للجهاز الفني ان هو ازاي يستثمر الوقت بتاع المعسكر في المحاضرات النظريه، في تصحيح الاخطاء، في التدريب، في علاج الاخطاء بالنسبه للعيبه على مستوى الخطوط او على مستوى الافراد. بيبقى فرصه ان الفرقه تكون ملمومه، بالذات ان الجهاز الفني لسه يعني نقدر نقول عليه برضه هو يعني ما خدش مساحه من الوقت مع الفرقه. فرصه كويسه جدا للمدرب ان هو برضه يختلط باللعيبه على مستوى من الوقت كبير جدا، بحيث انه يعني يحصل اندماج ما بينه وما بين اللعيبه، يقدر يوصل له افكاره وخبراته. ونتمنى باذن الله ان المعسكر يكون ليه مردود كويس. يعني المعسكر الناس بتتكلم في امر فني وامر بدني، لكن سفر في معسكر في الامارات في التوقيت الحالي ممكن يكون ليه علاقه بالامر النفسي كمان ودوافع جديده لدى اللعيبه؟ طبعا ده من اهم يعني اهم شيء، لان خلق دوافع جديده بالنسبه للعيبه، بالذات لعيبه النادي الاهلي اللي هم يعني ايه على طول واخدين بطولات، عندهم تشبع من ناحيه البطولات، فبتبقى عمليه صعبه جدا على الجهاز الفني ازاي يخلق دوافع جديده بالنسبه للعيبه عشان يقدروا يكملوا البطولات اللي هم بيحصلوا عليها. فهي دي هتبقى فرصه كويسه من ناحيه نفسية كمان، زي ما قلت الجهاز الفني هيقرب شوية من اللعيبة، هيحس بيهم، لأن تعرف كل لعيب مصري برضو كل واحد فيه فروقات فردية كتيرة ما بين اللعيبة، حتى من ناحية النفسية يعني من ناحية التعامل ومن ناحية الكلام ده. فبإذن الله لا هو معسكر يعني بشكل كبير هيكون ناجح. طيب كل خبراء الكورة والمحللين أكدوا وأجمعوا على أن توقف الدوري ضرره ممكن يكون أكتر على النادي الأهلي، لأن النادي الأهلي كان بادئ بداية كويسة جدا. كجهاز فني يتعامل ازاي مع هذه المساله والضرر ما يكونش كبير او قدر الامكان يتلاشى هذه الاضرار؟ لا هو ما نقدرش نقول عليه ضرر، هو كان النادي الاهلي ماشي كويس بشكل كويس جدا، والبدايه بتاعته دايما احنا دايما بنقول بدايات اي بطوله هي اهم حاجه، فالنادي الاهلي ابتدى في افريقيا بشكل كويس جدا، ابتدى في مسابقه الدوري العام بشكل كويس جدا، مش هيحصل دروب، بالعكس هو يعني نقدر نقول النادي الاهلي ما بيفرقش معاه الكلام ده، يعني هو ممكن يفرق مع فرقه ثانيه تكون ماشيه كويس ولما يجي فتره توقف يحصل لها دروب، ولكن مع النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي بشخصيتهم وبكيانهم وبفكرهم اللي هو يعني مش من دلوقتي، يعني النادي الاهلي ده مدرسه من سنين فاتت كتيره جدا بيتزرع في اي حد بيلبس فانيلا الحمراء، حتى اللعيبه الجديده اللي بتيجي بتخش النادي بتمشي على نفس بتدخل في المسار، بتدخل في المطبخ النادي بالظبط كده، ان ما بتفرقش مع حاجه، ان بيبقى في تركيز في اللي جاي، ما بيفكروش في اللي راح، دايما بيفكر في اللي جاي. وانا اعتقد ان بطوله افريقيا باذن الله اللي هي يعني احنا مركزين عليها جدا السنه دي، ونتمنى يعني كلعيبه قدامى او كجمهور النادي الاهلي ان احنا باذن الله نقدر نكسبها، لان بطوله هتكون قويه جدا. طيب انا بقى كلاعب، يعني الجهاز الفني بيشتغل، الاداره بتوفر، بس انا كلاعب ازاي استغل فتره زي دي عشان لو عندي حاجه ناقصه ممكن ازودها، عايز الجهاز الفني يهتم بيا ويحس ان انا عندي الرغبه ان العب، انا كلاعب بقى استغل فتره التوقف دي ازاي؟ هستغلها ان ازاي يكون عندي الدافع ويكون عندي تركيز بشكل كبير جدا، ازاي اوري نفسي بالنسبه للجهاز ان انا لازم اكون لاعب اساسي، لازم ان انا اكون موجود لاعب اساسي، فمزيد من التركيز، مزيد من الجديه في التدريبات، ازاي كل واحد من اللعيبه يبين نفسه للمدير الفني الجديد، يبين له امكانياته، يحاول يحجز لنفسه مكان في القائمه الاساسيه بالنسبه للنادي الاهلي، هو ده اللي اكيد كل لعيب هتلاقيه بيفكر فيه في المعسكر ده. طيب معسكر زي ده ممكن يكون فرصه طيبه لو حد بعيد شويه عن المباريات والتدريبات، ما كانش ظاهر بشكل كويس، يحط نفسه في الصوره؟ طبعا فرصه، ما انا زي ما بقول بمزيد من التركيز، وان كل لعيب يعني يوري نفسه في مرايه جديده بالنسبه للمدير الفني. ممكن المدير الفني يكون لسه، بالذات المدربين الاجانب دايما الانطباعات الاولى عن اللعيبه هي اللي بتفضل معاهم بتدوم، فهي الشطاره ان لو اي لعيب في النادي الاهلي حس ان الانطباع الاولي اللي خده عنه المدير الفني مش كويس، يحاول في الفتره دي من خلال المعسكر، من خلال القعده اللي هم قاعدينها، من خلال التدريبات، ان هو يغير هذه الصوره او يحط نفسه بالشكل اللي هو يخليه لعيب اساسي جوه الفرقه، خاصه لما يكون المعسكر مغلق وفي بلد غير بلدك، فبتبقى خلاص انت يوميا
ما عندكش غير الجهاز الفني او الجهاز الفني واللعيبه هم يعني كلهم قاعدين مع بعض بالزبط. يعني خلاص ما فيش وقت، مفيش فرصه طيبه اكتر من كده بالظبط. فهي اللمه اللي موجوده دي يعني اللعيبه قاعده مع بعض مع الجهاز الفني، هيبقى فرصه كويسه جدا زي ما قلت لك ان الجهاز الفني اللي يقرب من اللعيبه يحس بيهم بالذات في النواحي النفسيه، فهو هيبقى فيه اكتر من فايده بالنسبه للمعسكر بتاع الامارات. رغم ضيق الوقت والمساحه الزمنيه اللي اشتغل فيها فايلر مع النادي الاهلي في الفتره السابقه، لان انا اعتبرت المراحل دي مش مر... يعني الماتشات اللي اتلعبت او الفتره السابقه والحاليه هي اتقسمت لمراحل. هو تعاقد مع النادي الاهلي وكان موجود يوم 2/9، اول ماتش في افريقيا كان يوم 14، توالت المباريات ما بين افريقيا ومباراه سوبر، ثم ثلاث مباريات في الدوري. لكن تشعر يا كابتن خالد بتتفرج ان الجهاز ده او المدير الفني بقاله سنه مع اللعيبه، كرؤيتك هل الفتره الزمنيه رغم ضيق الوقت ازاي قدر ان هو يكسر القاعده اللي احنا دايما بننادي بيها او بنقول بيها مفيش مساحه وقت، ما قدرش يتعرف على امكانيات اللعيبه، ما عرفش يشوف امكانياتهم، ما عرفش يحط افكاره، كان دايما الكلام ده بيتقال. لكن ضيق الوقت مع الشغل اللي حصل لا يعني يبدو ان القاعده لا فيها استثناء او في يعني عرف جديد في كره القدم او المفاهيم نفسها اتغيرت في الكوره. هو يعني عرف جديد ومفاهيم اتغيرت. هو فعلا قضى مع فرقه النادي الاهلي وقته قليل من ناحيه التدريبات ولكن انا الحته دي انا يعني هرجع الفضل فيها لعيبه النادي الاهلي. اللعيبه في اكتر الأساس. منه طبعا معدن لعيبه النادي الاهلي مش موجود في مصر غير في لعيبه النادي الاهلي. اللي هم ازاي بيعرفوا يلموا نفسيهم، بالذات بيحسوا بالاوقات اللي هي في مدير فني جديد، هتلاقي الفرقه بتتلم اكتر، هتلاقي كباتن الفرقه بتتكلم اكتر، هتلاقي اللعيبه عندها عزيمه وعندها اراده ان هي تكسب. يعني ما بيخلوش نفسهم يستسلموا لاي حجه من الحجج ان المدير الفني جديد فلسه ما خدش وقت فممكن نبقى شكلنا مش كويس، لا بالعكس. فهي الفتره اللي فاتت دي انا من وجهه نظري يعني انا المستوى اللي ظهر بيه النادي الاهلي النسبه الاكبر فيه برجعها لعيبه النادي الاهلي واللعيبه، لان هم ظهروا مستوى كويس جدا، واضح ان هم عايزين يمشوا على التراك بشكل كويس جدا في حصد البطولات في الفتره اللي جايه، زائد ان المدرب واضح ان برده عنده فكر كويس، ولكن محتاج هيبان كل ما الوقت هيعدي عليه اكتر مع اللعيبه هيبان فكره وهيبان الحاجات اللي هو عايز يغرزها في اللعيبه من ناحيه المستوى الفردي او من ناحيه المستوى الجماعي. طيب في تطور حصل في اداء لعيبه خاصه في الناحيه الهجوميه، رمضان، حسين، اجاييه، التطور اللي حصل ده راجع لايه يا كابتن خالد؟ ده بقى يرجع يعني التطور في المستوى الفردي طبعا ده يرجع للمدير الفني، الشغل التخصصي بتاع المدرب، والشغل التخصصي اللي هو النقطه اللي كان بيركز عليها ازاي ان الكره تتلعب لقدام، ازاي الناس تتحرك لقدام، كتله واحده، الاقلال من الكرات العرضيه، التحضير البطيء اللي ملوش لازمه، ازاي الكره توصل لمرمى المنافس في اقل وقت. فهو ده اللي حصل فيه طفره بالنسبه للعبة النادي الاهلي، واللي حصل برضو فيه طفره على المستوى الفردي بالنسبه للمستويات زي ما انت قلت، رمضان صبحي، حسين الشحات شفناه بشكل احسن من فترات سابقه. فالاختراقات بتاعت النادي الاهلي والوصول لمرمى المنافس في اقل وقت والاقلال من الكرات العرضيه او التحضير البطيء واللعب بسرعه واللعب القدام والتحرك بدون كرة، دي حاجات كلها انا حسيت بيها وكانت فرقت كتير جدا في مستوى اداء لعبة النادي الاهلي. طيب الاداء اللي ادى بيه فايلر مع الاهلي تقدر تقول مدرسه قرويه او تكتيك بطريقه معينه، ولا هو عنده مرونه في التغيير حسب المباريات او حسب المنافس او حسب سير المباراه؟ لا هو عنده مرونه، واضح ان هو عنده مرونه، يعني هو يمكن اشرك كذا لاعب، يعني احنا ما شفناش ان في ثبات، لا بيلعب في لعيبه بيشركها وبعدين الماتش اللي بعديه بتلاقي لعيبه تانية، ودي حاجه كويسه. دايما الفرق اللي بتلعب على اكتر من بطوله لو انت اعتمدت على 11 لعيب او 12 او 13 لعيب وبتلعب في اكتر من بطوله وعايز تاخد اكتر من بطوله، العمليه هتبقى صعبه جدا. انت لازم تشرك كل القايمه اللي انت مسجلها كلهم يكونوا وصلوا لمرحله كويسه من نفسيا وفنيا، بحيث ان انت لما تيجي تشرك او لو جيت عملت روتيشن او جيت هتشرك اي حد يكون بيأدي بالشكل الكويس، ودي حاجه من الحاجات طبعاً. لان موسم طويل وبعدين بيبقى فيه ظروف اصابات، فيه ظروف طرد، فيه يعني في حاجات بتبقى خارجه عن اراده اي سواء لعيب او مدير فني. فانت كل ما عدد اللعيبه الجاهزه بيكون اكتر، المدير الفني يعني بيجهز اكبر عدد من اللعيبه، دي بيكون في مصلحه الفرقه ومصلحه النادي. طيب فنيا ابدا دوري يوم مثلا 29 سبتمبر، اوقف الدوري يوم 25 او 26 اكتوبر، وبعد كده ارجع تاني 25 نوفمبر، يعني العب اسبوعين ثلاثه او اربع خمس اسابيع
ورايح 40 يوم وارجع العب تاني الدوري. فنيا ده تاثيره على الكره في مصر بشكل عام ايه؟ لا طبعا تاثير سلبي، يعني هو عدم استمراريه المسابقه والتوقفات الكتيره، بس هو بيجي في وقت بيبقى غصب عنك. يعني احنا الوقت ده عشان في المنتخب الاولمبي، بطوله افريقيا المؤهله للاولمبياد طوكيو، فدي دي دي سبب ماشي يعني ممكن نحترمه، ولكن لما بيحصل اي تاجيلات ملهاش اي لازمه، لا بتضعف طبعا، بتضعف المسابقه وبيبقى ليها اثار سلبيه كبيره على المسابقه، يعني بتبقى ليها ضرر اكتر وعلى الاداء وعلى الفرق وعلى كل حاجه. الاستمراريه طبعا مهمه، لان اي دوري في العالم احنا بنشوفه بنبقى عارفين بيبتدي امتى. الدوري الانجليزي انت عارف بيبتدي امتى وهيخلص امتى، حتى المؤجلات وانت عارفها ولكن احنا نتمنى ان يبقى في استقرار في استمرار مسابقه الدوري الموسم دوت. طيب النادي الاهلي بدايته كانت ممتازه، سواء في معدل احراز الثلاث نقاط من الثلاث مباريات فتسع نقاط كامله، حتى معدل التهديف 10 اهداف من الثلاث مباريات. كابتن خالد، شايف البدايه دي مبشره ان النادي الاهلي السنه دي فعلا على قدر ان هو يحقق نتائج ايجابيه في الدوري وفي البطوله الافريقيه عكس ما كان بيحصل في المواسم السابقه تحديدا في افريقيا؟ النادي بالبدايه يعني البدايه بالنسبه النادي الاهلي على المستوى المحلي، على مستوى الدوري ما عندوش اي مشكله باذن الله، ما عندناش اي مشاكل في يعني على مستوى افريقيا زي ما طبعا ومعلش انا ليالي دايما رايي يعني الدوري بتاعنا دوري مش قوي. ليه دوري مش قوي؟ مش قوي؟ طبعا، لان انت لو دوري قوي انت هتلاقي 7-8 فرق بتنافس على البطوله. احنا العمليه يعني العمليه محصوره ما بين ناديين، وبرضه في فوارق ما بين الناس الانديه اللي بتنافس، في فوارق بينها وبين بعض برضه بشكل كبير. النادي الاهلي واصل لحته ما حدش وصل لها على مستوى مصر. عدد الفرق هو يكون معيار ان الدوري قوي ولا لا؟ لان حتى في اسبانيا الريال وبرشلونه واتلتيكو من بعيد، حتى باقي الفرق مش عدد الفرق، عدد الفرق اللي بتنافس اصلا يعني اللي بتنافس في اسبانيا ثلاثه او هم اثنين والثالث من بعيد اتلتيكو مدريد. بس وانت بتتفرج على الدوري الاسباني ممكن تلاقي اللي محتل المركز الاخير كسب، عمل مفاجاه. طبعا هنا ما فيش الكلام ده، هنا فين وفين يعني مش على طول. النقطه الثانيه ان الدوري بتاعنا مش قوي، انت شوف المنتخبات وشوف اللعيبه اللي بتنضم للمنتخبات مين، من المساحه بقت الاختيار قليله. ايوه من ثلاث انديه اللي عليها، بقيه الانديه كلها ما هي بتشارك، يعني هي مشاركه انما طموح في احراز بطوله، طموح ان انت تقدم لعيبه عشان المنتخبات، لا ما مش موجود. يعني ما دي حقيقه مش بالكلام او بالافكار، لا ده بالورقه وبالقلم. يعني نشوف المنتخب الاول ضامن 32 لعيب، كم لعيب من الاهلي؟ 10 من الاهلي، كم من الزمالك؟ 6 من بيراميدز، ادي 16، 5 4 من الزمالك اعتقد، ادي والباقي محترفين من بره. خلاص 5 6 محترفين، و 3 4 لعيبه من 3 انديه من كل نادي لعيب. فانت يعني فالنادي الاهلي انا بتكلم دايما على ايه؟ مش مقياس ان احنا نقيس النادي الاهلي على مستوى الدوري العام، الوضع الطبيعي النادي الاهلي داخل مصر في مسابقه الدوري العام، لا هو فارق كتير جدا عن كل الانديه بمسافات، حتى اللي بينافسوه بمسافات كبيره قوي. المقياس بقى اللي احنا نقيس عليه النادي الاهلي السنه دي هي بطوله افريقيا، وبطوله افريقيا بدا من دور الثمانيه، حتى باذن الله احنا في دوري المجموعات مش ما عندناش مشكله باذن الله تعالى، يعني هنتخطى هذا الدور، لان خلاص الكره دلوقتي مش زي ايامنا ما فيهاش مفاجآت. يعني انت دلوقتي امكانيات كل فرقه لما بتبقى متابع معروفه، لما بس لازم تكون متابع بشكل كويس جدا. يعني انا بقول لك الاهلي في افريقيا في الدوري في المجموعه ما عندوش مشكله، ليه؟ لان انا شايف الثلاث فرق التانيين متابعهم، الهلال وبلاتيني وزمبابوي متفرج عليهم لا النادي الاهلي في فوارق كبيره، وباذن الله ما عندناش مشكله ان احنا نتخطى هذا الدور ان شاء الله. بدايتنا باذن الله في دور الثمانيه، دور الثمانية العملية هتبقى أصعب ومحتاجة شغل أكتر ومحتاجة تركيز أكتر ومحتاجة حاجات تانية، يعني عشان بقى نقدر نكمل بدءا من دور الثمانية محتاجة شغل كبير جدا ومحتاجة تركيز جامد جدا، ولاعيبة النادي الأهلي دايما متعودين على هذا الكلام. بس هي الشطارة إن أنت تبقى عارف أنهي مرحلة اللي أنت بقى لازم تعمل عندها ستوب ولازم تزود، لو أنت بتدي 100% لازم تدي 200%. انت فاهم انا اقصد ايه؟ جهدك وتفكيرك في كل حاجه وتركيزك تركز وكل حاجه واستغلالك للفرص، يعني ما تشد بعد كده مش هتبقى صعبه، لانها ما شطش ان فيها نوك اوت على طول بالظبط، وهتبقى صعبه من ناحيه مستويات الفنيه. انا يعني انا برضو عشان انا 24 ساعه الواحد خلاص يعني شغلته الكوره وقاعد بتفرج، فانا كل الفرق حتى اللي في المجاميع دي انا يعني 90% انا عارفها، شفتها في الدوريات بتاعتها بالظبط. في فرق لا مستوياتها دعمت نفسها بشكل جامد جدا، يعني فرقه زي مازيمبي مثلا
مازيمبي جابوا 12 لعيب جديد. الراجل صاحب النادي ده الملياردير لما رجع جاب لهم فرقه جامده جدا جدا جدا، وعمل مفاجاه الناس مش واخده بالها منها لسه. الملعب غير نجيله الملعب، الملعب ما لسه بقول لك يعني غير نجيل، بس هي برضو نجيل صناعي بس غيرها طورها، بس هي برضو نجيل صناعي. الاجواء بتاعه مازيمبي هناك في منتهى الصعوبه من ناحيه الملعب، من ناحيه الجو، من ناحيه الجمهور. فانت بدءا من دور الثمانيه، وهو ده بقى اللي لازم الواحد يشتغل عليه من دلوقتي، يعني لازم الفرقه ولازم الجهاز الفني يشتغل عليه من دلوقتي. المرحله دي لما اوصل لها باذن الله تعالى في التوب فورم طبعا، لان المرحله دي هتكون في اواخر شهر مارس، ما يكونش عندي اصابات، ما يكونش تكون اللعيبه كلها المنحنى البدني بتاعها في 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 علو، ما يكونش الاحمال البدنيه من دلوقتي عشان ما اجيش عند ازاي ان انت تقدر تظبطها عشان لما تيجي في الوقت دون الوقت المهم ده ما تبقاش يكون كل لعيب وصل للتوب فورم بتاعه، ما تجيش انت الوقت ده وتلاقي اللعيبه مجهده او عندها حمل زايد او اجهاد او اصابات. انت بتتكلم في نقطه مهمه جدا طبعا طبعا، بتتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا، لان فعلا ابتداء من 25 نوفمبر لغايه منتصف مارس مباريات محليه على مباريات دور المجموعات في دور ال 16. اخر اسبوع في مارس اول مباراه في دور الربع النهائي دور الثمانيه. بالظبط. مهم جدا اوصل للمرحله دي والتوقيت ده وانا في التوب فورم. طبعا. وكل الصفوف مكتمله واللعيبه جاهزه طبعًا. وفنيا وبدنيا على اعلى مستوى. وهو ده 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 دايما الاحتراف في شغل الكوره هو بيبقى كده، الواحد تخطيط. بيبقى حاطط الاجنده قدامه ومتابع الفرق والمنافسين اللي انا هلعب معاهم، وابقى عارف ان انا دي سهل هنا سهل هنا سهل هنا، يعني امتى بقى اوصل للنقطه دي يبقى التخطيط على مستوى بعيد شويه. فانا عشان متابع الدوري المصري ما عندي، ما النادي الاهلي ما عندوش مشكله، ويمكن انا دايما بقول يعني النادي الاهلي لو كل ماتش في الدوري غير 5-6 لعيبه مش هتفرق معاه، وهيأدي بشكل كويس وهيأدي بشكل هايل. ليه؟ لان النادي الاهلي عنده 25-30 لعيب من افضل لعيبه في مصر. بالظبط. الفروقات الفنيه ما بينهم تكاد تكون بسيطه، وده اللي يشجع اي مدير فني ان هو يغير، يعني اشيل ده واحط ده، مش اشيل ده عشان وحش، لا اشيله عشان يريحه، عشان ما يوصلش لمرحله اجهاد او اصابات، لان لعيب الكوره برضه لما بيوصل لمرحله الاجهاد تعرضه للاصابه بيبقى اكتر، يعني ان هو يبقى ان هو ممكن يصاب، تعرضه ان هو يصاب بيبقى اكتر، غير لما دايما يكون اللعيب بتاعي ازاي ان انا احافظ عليه ان هو دايما يكون فريش يعني. طيب هل تتوقع بعد المعسكر الخارجي في الامارات واثناء المنتخب الوطني وعنده اجنده تصفيات افريقيه المؤهله للكاميرون 2021 هيكون نص الفريق في المنتخب الوطني مع المنتخب الاولمبي، فهيتعامل ريني فايلر مع 12 13 لعيب بس من الفريق الاول. بعد ما يتعامل مع ال 12 13 وبعد ما يتعامل مع المعسكر الخارجي، هل تتوقع لما يبدا المسابقه 25 نوفمبر يبدا بقى يستقر على التشكيل الاساسي، ولا مع ضغط المباراه برضه هيكون في روتيشن؟ لا هو يعني نقول ان هو هيوصل يعني هيقدر ان هو يفصص كل لعيب صح. خد بالك اي مدير فني لما بيجي جديد، بالذات الاجانب لما بيجوا جديد على اي فرقه ممكن يتخمف لعيب يعني، او يقول اللعيب ده هايل ويطلع، وبعد كده امكانياته نص نص، ممكن يوظف لعيب مش في مكانه يعني يحطه في مكان تاني ويفتكر ان هو هيبقى كويس. فهي الفتره دي هتبقى بالنسبه له مفيده جدا ان هو ازاي يفصص، يعني بلغه الكوره زي ما احنا بنقول يفصص كل واحد من ناحيه امكانيات فنيه، من ناحيه شخصيه، من ناحيه سلوكيات، من ناحيه التزام، من ناحيه تركيز. وبعدين خد بالك لعيب الكوره مش 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 لعبه بس في الملعب، مش امكانيات فنيه في الملعب بس، لا انا ممكن يكون عندي لعيب عالي جدا امكانياته فنيه عاليه جدا ولكن مخه، تفكيره، قراراته، لما بيتعرض لضغوط ازاي بيبقى عنده ثبات انفعالي، في حاجات كتيره قوي يعني المدير الفني بيحطها قدامه في تقييمه لاي لاعب. فانا شايف ان الوقت دون، الوقت التوقف دون، الافاده الكبيره جدا بالنسبه لفرقه النادي الاهلي وفايلر المدير الفني ان هو هيكون فصص كل لعيب بشكل كويس جدا، بحيث ان هو يبقى عارف هيحتاج ده امتى وهيحتاج ده امتى. طيب بعد 2/9 والنهارده بنتكلم داخلين على 2 نوفمبر، يعني بنتكلم في فترة شهرين. شهرين يعني 60 يوم بالنسبه لرينيه فايلر مع الاهلي. شهرين لاي مدرب مع اي فرقه بيقدر يتعرف على نسبه كام في المية من الاداء اللعيبه وافكار اللعيبه وخططهم؟ على حسب عينه. في مدرب يقدر يوصل في شهرين ل 80%، وفي مدرب يوصل ل 30%. حسب عينه يعني انا ممكن اتفرج على لعيب كوره عينه وخبراته، عينه وخبراته، بس العين اهم. العين اللي هي ما فيهاش خبرات، الخبرات دي يعني اشتغلت قد ايه؟ لا العين ان انت لما تبص للعيب هي مش محتاجه، دي موهبه مش محتاجه خبره. يعني مش دي موهبه من عند ربنا سبحانه وتعالى. بمعنى ايه؟ ان انا لما بتفرج على لعيب ابقى عارف
سواء مره او مرتين او ثلاثه، ابقى عارف امكانياته هو يقدر يعمل ايه وما يقدرش وما يعملش ايه. دي مش اي مدرب يقدر يوصل لها، وممكن مدرب يوصل لها بعد وقت طويل، وممكن مدرب يوصل لها بعد وقت قليل، دي على حسب بقى العينين والموهبه في الحته دي. ما عشان كده دايما في بره في اوروبا بيقول لك في واحد بيحلل الاداء، محلل الاداء، عشان يساعد المدير الفني في الحته دي. يعني يساعده في الحته دي. فانا شايف 60 يوم كفايه، ولكن هل هو عينيه بيقدر ان هو يقيم اللعيبه؟ دي حاجه طبعا يعني هتبان لنا بعدين أكثر. ولكن كل ما الوقت يعدي انت بتضمن ان خلاص يبقى هو كده باذن الله هيوصل للرتوش النهائيه بتاعت كل لعيب، يكون خلاص بقى حفظ بالظبط، هم حفظوه هو حفظهم بالظبط، لان هي العلاقه لأن دي مهمه بس. مهمه جدا ان اللعيبه كمان تحفظه. يعني تنفذ افكاره وتبقى عارفه هو بيفكر في ايه وعايز ايه وينفذوا له اللي في دماغه. وفي نفس الوقت هو برضو لازم يحس باللعيبه، يبقى عارف ما يطلبش منهم حاجات ما يقدروش يعملوها. ما انا ممكن اجي لعيب اطلب منه حاجه امكانياته لا تسمح ان هو ينفذها، فبيبان بشكل مش كويس. ازاي ان هو يطلب من كل واحد ياخد من كل واحد احسن، كل لعيب كوره عنده شويه كويسين وشويه وحشين، مفيش حد كامل. احسن حاجه في الحته بتاعته، في الحته بتاعته، في الحاجات اللي هو بيتميز بيها، ازاي ياخدها منه كامله. في مدربين بقى اللي احنا بنقول عليهم مدربين وحشين، تلاقي واحد مثلا لعيب كوره بيشوط كويس جدا، تلاقيه وهو بيشوط مش عارف يشوط. طب ازاي دي ميزته؟ يعني انت، فهي الشطاره من اي مدير فني اخد من كل واحد الميزات بتاعته على احسن شكل. على احسن شكل. واحاول ان انا اعالج الامور الضعيفه عنده. طيب المدرب، هل المدرب فلسفة في طريقة اللعب، ولا المدرب شخصية، ولا المدرب تكتيك وناحية فنية مع اللعيبة؟ خد بالك كلمة، انت سألت سؤال يعني ده عايز له كذا حلقة، لأن شغلة التدريب دي مش أي حد يشتغلها، وفي نفس الوقت ممكن أي حد يشتغلها. يعني انت على حسب، يعني مش أي حد يشتغلها وممكن أي حد يشتغلها لو الامور هتمشي بشكل علمي وبشكل مظبوط. مش اي حد يشتغل مدرب، انما لو الامور هتمشي مجاملات وعلاقات واللي يقدر يوصل عشان يشتغل يبقى بيشتغل، يبقى كل واحد هيشتغل. المدرب نمره واحد شخصيه، رقم واحد شخصيه طبعا. ازاي شخصيه؟ ان انت تكون شخصيه مقنعه لل 30 لعيب اللي انت بتتعامل معاهم، وبالذات لما تكون اللعيبه دي بتلعب في النادي الاهلي، احسن نادي واعظم نادي على مستوى مصر وعلى مستوى افريقيا. هتتعامل مع اللعيبه دي ازاي لو انت ما عندكش شخصيه مقنعه؟ وخد بالك النقطه دي، لعيبه الكوره دلوقتي من حتى من ايام من زمان، لعيب الكوره لما بيحس ان المدرب بتاعه امكانياته التدريبيه في شغلته اعلى من امكانيات اللعيب، خلي بالك اللعيب بيبقى طوعه، اللعيب ذكي وبيحس، بيبقى بالظبط بيبقى طوع المدرب. يعني لو قلت له نط من 5 دور هيقول لك حاضر، لان هو عرف زي ما انت بتقول هم اذكياء جدا اللعيبه. اول ما اي مدرب بيجي بيتكلم اللعيبه بتعرف ده بيفهم. الله ينور عليك، ولا ايه بقى نبقى على مزاجنا ولا براحتنا. انما لما اللعيب بيحس ان انت قدراتك التدريبيه يعني انت هتفيده وهتطور من مستواه، لا بيبقى زي العجينه في ايدك بتشكله زي ما انت عايز، ايا كان اسم اللعيب. حتى لو كان نجم النجوم، لا بتلاقيه طوعك. ليه؟ لانه عارف انه هيستفيد منك. فالمدرب شخصيه. نمره 2 برضو انا من وجهه نظري المدرب موهبه، مش هي التدريب ما بيتعلمش، هو الواحد يثقل نفسه بالدراسه وبالعلم، ولكن لازم الموهبه في الاساس طبعا. زي لعيب الكوره، انت هتيجي لعيب كوره ما عندوش موهبه، هتفضل تشربه الكوره وتصنعه الكوره، هتلاقي ممكن يلعب ولكن عنده ديفوهات. الموهبه هي اللي بتخلي شكل اللعيب او شكل المدرب بيختلف وبتفرقه عن اي حد تاني. فموهبه، شخصيه، علم ودراسه وخبره. وليه فلسفه؟ ما اكيد هيكون ليه فلسفه، يعني لو في الكلام ده كله اكيد ليه فلسفه، كل مدرب ليه فلسفه، ولكن مفيش فلسفه ثابته، مفيش مدرب عنده فلسفه ثابته. هي الفلسفه بتتغير حسب امكانيات الفريق اللي انت بتمسكه. يعني انا ماسك النادي الاهلي بلعب في الدوري المصري، فلسفتي هتبقى دفاعيه؟ لا طبعا، فلسفتي هتبقى هجوميه، لان النادي الاهلي عندي احسن لعيبه، واحسن لعيبه بتروح للجون، واحسن لعيبه بتهاجم، ولدي طموحات. انها مثلا انا بلعب مع فرقه النادي الاهلي اللي هي فلسفتي تكون فيها هجوميه في الدوري المصري، بلعب في الدوري الانجليزي، لا مش هتبقى كده، لازم الفلسفه هتتغير شويه، لان المنافسين هيبقى في شيء اقوى شويه. فهي الفلسفه، مفيش مدرب يقول لك انا عندي فلسفه ثابته، لا، هي الفلسفه بتتغير حسب النادي اللي هو ماسكه، وحسب طموحات النادي اللي انت ماسكه، وحسب امكانيات اللعيبه اللي انت عندك.
طيب هو سؤال كان مهم جدا، لان الناس دايما بسمع حتى اراءها الفنيه في التحليل للمباريات، الاقي مثلا واحد يقول لك فلسفه، واحد يقول لك شخصيه، واحد يقول لك في كلام بتاع التلفزيون وبتاع التحليل ده، معلش يعني ما فيش الكلام ده. الكلام ده مش موجود في الكوره، ويمكن احنا تعودنا على نغمه معينه في الكلام. لا مش مش مش, مش مظبوطه. فلسفه يعني ايه فلسفه؟ لا يعني يجي مدرب مثلا الاسبوع ده يكسب يقول لك عنده فلسفه، الاسبوع الجاي خسر، طب الفلسفه بتاعت المكسب راحت فين؟ نسيها ولا يعني ايه اللي حصل؟ اللعيبه ما طبقتش. لا لا مش كده، هي الكوره ما فيهاش ثوابت. ما فيهاش ثوابت. لا لا لا. وده ظهر على فكره الفتره الاخيره فعلا في الكوره في العالم بشكل عام. لا وبالنسبه للتدريب الناس برضو، عشان نوصل بس نقول كلام الناس يعني نوصل كلام، لان انا من وجهه نظري اي حد بيطلع يتكلم في الكوره لازم يقول كلام مظبوط، يعني مش اي كلام عشان الناس ما تاخدش. ما في ناس بتقعد تتفرج علينا ما بتبقاش عارفه، عايزه معلومه عشان لا تديها المعلومه المظبوط، لو خدت معلومه غلط بتمشي عليها. لكن مالهاش المسميات الكبيره والاسامي لا لا ما فيش الكلام. ما فيش مدرب هيجي يقول لك مثلا رمضان صبحي انت في الدقيقه 30 هتجيب جون، في كده؟ لا طبعا. رمضان صبحي هتشوط في الدقيقه 5، حسين الشحات هتشتت الكوره في الدقيقه 8، لا لا. دي كلها قرارات صاحبها لعيب الكوره. المدرب او المدير الفني بيحط الخطوط العريضه بالنسبه للتيم، سواء في النواحي الهجوميه او النواحي الدفاعيه. حضرتك خليني اسالك سؤال مهم جدا في الجزئيه دي. اتفضل. المدرب لما بيحط طريقه اللعب والافكار والخطط مع اللعيبه، المساحه اللي بيسيبها للاعب لكي يبتكر في الملعب بتبقى قد ايه؟ مساحه كبيره المفروض. كبيرة؟ طبعا. انت عارف ايه اللي هيحصل في الماتش عشان تحدده تقول له يعني ما تديلوش مساحه. اللي هيحصل في الماتش ده مش معروف، ولكن انت بقى الشطاره في ايه؟ ان انت بتديله الحلول لكل المواقف او لمعظم المواقف اللي هو هيقابلها اثناء المباراه. يعني انا بلعب باك رايت، ايه المواقف اللي انا هقابلها في الماتش؟ سواء دفاعيا او هجوميا. سواء دفاعيا او هجوميا. يعني لو الكوره من ناحيه الباك ليفت، انا بلعب باك رايت، المفروض انا بتعلم ان انا اضم جوه عشان انا الراجل ابقى مغطي، ما بقاش فاتح من الناحيه دي للهجمه من الناحيه الثانيه. طب لو الهجمه من ناحيتي انا، يبقى انا هعمل ايه؟ ان انا هضغط واحاول ان انا احمي الجنب بتاعي، مفيش حد يخترقني ويعدي مني. فانت بتديله الحلول لكل موقف، حتى في النواحي الهجوميه انت وصلت هتلعب كوره بالعرض، طب انت الكوره انت وصلت جوه يعني ناحيه خط الكورنر ولا دخلت بيها جوه ال 18؟ دي ليها كلام ودي ليها كلام، انت بتديله كل الحلول في كل المواقف اللي هو ممكن يقابلها. هو بقى عنده حريه اختيار القرار واختيار حسب اللي هيشوف في الماتش في الملعب نفسه. بالظبط. بس انت عديت معاه على في التمرين، ما عشان كده الوحدات التدريبيه في منتهى الاهميه. انا بقيم اي مدرب اروح اتفرج على التمرين. التمرين بس تمرينه واحده. يعني بعرف مثلا في ماتش بعد 3 ايام، اروح اتفرج على المدرب قبليها ب3 ايام وعارف ان في ماتش. بس احكم عليه، يعني اللي بيحصل في الملعب انا احكم عليه على طول. فانت الشطاره ازاي، والكلام ده طبعا عايز وقت وعايز شغل وعايز تعب، وفي مديرين فنيين بتنزل الملعب، المدرب العام هو اللي بيقوم بكل شيء، بتاع الاحمال بيشتغل، وبعدين مدرب عام، وبعدين هو يعمل تقسيمه ويقف وبس. لا الكلام ده مش موجود في اي حته في الدنيا غير عندنا احنا. في طبعا مش معنى كده ما بعممش ان كل الناس، ولكن المدير الفني الشاطر اللي بيعرف يعني ايه شغله التدريب، زي ما بقول لك كل واحد في الملعب حسب مركزه بتديله الحلول لكل موقف هو ممكن يتعرض له اثناء المباراه. حضرتك اللي قلته ده انا شفته في تدريب الاهلي، احنا النهارده الخميس. ايوه. شفته في تدريب الاهلي يوم الاحد اللي فات او الاثنين اللي فات. في التوقيت ده كان الجهاز الفني زود الراحه للدوليين حوالي 2 3 ايام. ايوه. عشان الدوليين بعد ما يرجعوا من الامارات هيخشوا معسكر المنتخب. لكن اللعيبه اللي مش الدوليه مش هتخش المنتخب، بعد ما يرجعوا من الامارات هياخد 2 3 ايام اجازه. فكان بيظبط المعدل الزمني بتاع الراحه والشغل ما بين الدوليين وغير الدوليين. فكان الدوليين غايبين، فبنتكلم في حوالي عدد كبير، بنتكلم في 10 12 لاعب مع الدوليين كمان اللي هم مسافرين في بلادهم اجازه، فبنتكلم في عدد كبير. ما كانش متبقي في التمرين غير حوالي 8 9 لعيبه. انا لقيت ريني فايلر كان شغال مع الثمانيه كل واحد لوحده. يعني حضرتك ذكرته ده انا فعلا شفته بعيني في تمرين الاهلي يوم الاحد اللي فات، اشتغل مع الثمانيه لدرجه حتى كان بيتكلم معاهم في طريقه الباص، في طريقه التحرك. وانت كمان بتعمل باك او بتعمل بلوك على المدافع او بلوك على المهاجم، التحرك يبقى ازاي؟ شغل تخصصي بنسبه كبيره جدا، وكان قايم بده بنفسه. انا ساعات بتفرج، يعني ده يبقى انا اتفرجت عليه، هو مدرب كويس وفاهم. وبعدين قليل جدا لما هتجيب حد اجنبي وتلاقيه ما مش عارف. لا هم لان هم بيبقوا فاهمين كويس جدا.
انا بقى اسمع ساعات في اي برامج رياضيه يقول لك هو في لعيب عنده 24 سنه هتعلمه. علمه ما علموش ليه؟ ايوه لا ما هو اللي بيقول كده عشان ما حدش بيشتغل، عشان يبقى خلاص دي لعيبه كبيره مش هتقف انت تقول لها خش وباصي وقف كده واعمل بلوك كده ولما هتهق. لا مانويل جوزيه كان بيعلم عدد من ده كان ليه شغل تخصصي مع ابو تريكه تحديدا. انا فاكر الكلام ده في 2006 2007 بعد التمرين بيقعد معاه نص ساعه على التسديد على الكرات الثابته وبيعلمه ازاي يسدد وازاي هو يشوت. ده التمرين وهو ده الشغل. عشان كده قلت اللي هيشتغل كده هيبقى صعب جدا اي حد يشتغل مدرب غير المدرب غير اللي شغلته مدرب كوتش. طبعا شغلته هيعرف يشتغل، انما اللي هيشتغل زي ما قلت لك تقسيمه وبتاع والدنيا وكرشه قد كده قدامه وبتاع لا لا مش ما ينفعش طبعا. طيب عايز اخد راي حضرتك برضو في فكره ال لا تاجيلات نهائيه في الدوري الفتره اللي جايه، دي نقطه مهمه جدا بعد السنه في الدوري ب 25 نوفمبر. يعني التأجيلات هتبقى متوقفة على الأجندة الدولية اللي محطوطة. اوكي. في معسكر للمنتخب معروف ميعاده من إمتى لإمتى. تضمن إن الدوري يستمر بنفس الشكل ده ولا التأجيلات دي ممكن تؤرقك إن الدوري ممكن يكون مستوى الفني كده هيهبط لمستوى أقل إذا حصل تأجيلات تاني؟ لا المفروض اللجنة الخماسية بتاعت اتحاد الكورة اللي جت قالت مفيش تأجيلات والدوري هيمشي. أنا زي ما قلت لك التأجيل اللي إحنا موجودين فيه عشان المنتخب الأولمبي ده اضطراري ومقبول. ولكن أي حاجة بعد كده لا مش مقبولة طبعا، يعني أي حاجة بعد كده مش مقبولة. يعني لو احنا عايزين نحافظ على مستوى المسابقة ومستوى الأندية ومستوى اللعيبة، لأن احنا يعني لازم نحس إن الفترة اللي فاتت احنا كان ترتيبنا في تصنيف الفيفا على قد كنا جينا وقت كنا التاسع أو ال 12 التاسع على العالم بالظبط دلوقتي بعيد جدا احنا سادس أفريقيا. كويس، يبقى احنا لازم نعرف احنا وصلنا لفين. احنا واصلين لفين دلوقتي؟ لا واصلين لمرحله مش كويسه، مش كويسه. يبقى لازم كل واحد في موقع مسؤوليه يعمل كل حاجه يقدر يساعد في ارتفاع المسابقه، لان ارتفاع مستوى المسابقه هيؤدي ارتفاع مستوى اللعيبه. عشان نفسي الاقي منتخب مصر في من الانديه الثانيه الكتير، يعني تلاقي عندك بدل ما انت مش لاقي باك ليفت ولا مش لاقي راس حربه ولا مش لاقي. طب دي مشكله. حاسس ان في مراكز في الكره المصريه فيها ازمه؟ طبعا طبعا. وده بيبين لك القصور اللي يعني اي حد بيشتغل في الكوره لازم يقف عند المشاكل دي. طب زي ايه المراكز؟ راس حربه. ما عندكش راس حربه بمنطلق راس حربه على نفس القياس اسامي الكبيره اللي كانت موجوده. طبعا حسام حسن، عماد متعب، عمرو زكي، احمد حسام ميدو، مفيش. عبد الحليم علي. الستايل ده مش موجود. انت الستايل ده او المستوى ده مش موجود عندك خالص. فلازم تشتغل كل الانديه تشتغل ازاي يبقى في روس حربه تساعد منتخب مصر. كان ليه سبب لده؟ ها؟ في سبب لده؟ طبعا. القصور ده في سبب؟ طبعا. يعني انت تعالى من تحت بقى على مستوى الناشئين، يعني بدل ما نوصل من فوق لا ننزل تحت شويه. طبعا القصور من تحت، وهي مشكله الكره في المصريه من تحت. يعني انت يا المشكله مش من فوق، انت دايما تيجي تشوف اللي تحت ايه. اللي تحت لا الدنيا برضو مش ماشيه باسلوب مظبوط. يعني طب هل ده له علاقه بفكر ان في خطط فنيه الناس بتتفرج على المدربين في اوروبا مثلا زي جوارديولا؟ يعني جوارديولا من المدربين اللي ما بيعتمدش على راس حربه صريح او راس حربه هجام كده على المرمى، لا دايما بيعتمد على المهاجم الوهمي او طريقه لعب نص الملعب هي اللي بتبقى بتنفذ الشق الهجومي. في ناس في مصر حبت الشكل ده في طبقته، فبالتالي ما بقاش عندك راس الحربه اللي هو اللي كان بنفس المواصفات. اصل حبوا الناس دي، يعني حبوا النظام ده ليه؟ جوارديولا لما يعمل كده يلعب من غير راس حربه وراس حربه وهمي، لان اي حد هيجي في المكان ده عنده مواصفات بتاع المركز بتاع راس الحرب اللي هي اللي عنده كده. السرعه، الاختراق، الترقيص. انت هنا بتيجي تقول كده وانت ما عندكش لعيب، طب ازاي يعني؟ يعني اجي اقول انا مش هلعب براس حربه والعب براس حربه؟ ما هو دي الفلسفه بقى، وده اللي هو الايه الفلسفه. الفلسفه يقول لك انا ما بلعب بشادو سترايكر. طب الشادو سترايكر اللي انت بتلعب فيه ده مش قادر يجري، هيبقى راس حربه ازاي؟ كل مركز. وبعدين المشكله اللي دايما احنا بنقع فيها مراكز الملعب من ناحيه من بدءا من حارس المرمى لغايه راس الحرب، كل مركز ليه مميزات عشان حتى نسهل على الناس نوظف اللعيبه صح ازاي كل واحد في مركزه. ما احنا مالناش دعوه باسامي اللعيبه، احنا لينا دعوه بالمراكز. بالمراكز باك رايت، الباك رايت ده يعني سمات او مميزات او الحاجات اللي المفروض تكون الاساسيه اللي عنده. عند الباك رايت ايه؟ نمره واحد سرعه. السرعه والتغطيه العكسيه قبل التغطيه، نمره واحد سرعه. يعني لو لقيت لعيب بطيء ما قلتش العبه باك رايت، يبقى انا راجل ما بفهمش. ما انا بظلمه. نمره واحد سرعه.
نمرة اتنين صعب ان انت ترقصه في واحد ضد واحد. نمرة تلاتة قوي من ناحية قوته الجسمانية. نمرة اربعة بيلعب بدماغه كويس عشان لما الكرة تكون من الناحية العكسية وترفع اوفر عنده يقدر يطلع يلعب بدماغه. تمام يكون مخه بيعرف يفكر بحيث ان هو لما الكوره ما تكونش من ناحيته ازاي بيضم، لما الكوره تكون من الناحيه العكسيه ازاي يضم جوه عشان يغطي، ازاي يقابل في مواجهه اي حد هيجي له، ازاي يقفل جوه ويفتح له بره عشان يمشي. كل الكلام ده لازم يكون موجود في الباك رايت زائد الباك ليفت. فانت لو ما فيش المميزات دي وتيجي تلعب لعيب ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي وتلعبه في الحته دي هتلاقيه مش كويس بالذات بقى، وهيبان على المستويات الدوليه لما تيجي تلعب على المستوى الدولي هتلاقيه المستوى الاكبر او المستويات الدوليه هتلاقي اي حد من المنافسين هتلاقيه بيتفوق عليه بيخترق الجبهه دي. فهي المشكله توظيف اللعيبه والحاجات اللي المفروض تكون موجوده في كل مركز عشان نقدر مثلا المساك يكون بيلعب بدماغه كويس، ما بيترقص على الارض كويس، ما بيتزحلقش على الارض كتير، ما بيعملش تاكلين كتير عشان ما يعملش باللينات. يعني كل مركز حتى الفراوده الراجل صانع الالعاب يكون مثلا صانع الالعاب يكون عنده فيجن، عنده مساحه رؤيه كبيره فيقدر يشاف الملعب كله فيقدر يلعب الكره فين في الحته الفاضيه، العب لده ولا ما العبش لده. فكده تقدر توظف اللعيبه بشكل كويس، بس اللي يعرف يعمل الكلام ده بالظبط. طيب بخلاف مركز راس الحربه ايه المراكز التانيه اللي ممكن تكون فيها تقصير بسيط؟ الباك ليفت ظهير الايسر وراس الحربه المساكين عايزين مساكين تاني. في ناس كويسه انت راس الحربه يمكن بنسبه 20% عندك ناس بس، الظهير الايسر لا بنسبه كبيره ما عندكش حد. المساكين عندك ناس بس عايز برضو يزيدوا بشكل اقوى شويه او بيتعرضوا لاصابات. انا بلاحظ بيتعرضوا لاصابات وبيبعدوا وبيرجعوا بالظبط، مفيش ثبات غير مفيش غير احمد حجازي بالظبط. لعيبه الوسط المدافعين برضو عايز يزيدوا، لعيبه الوسط صناع اللعب برضو عايز يزيدوا. ده كان الله في عون حسام البدري. ها ده كان الله في عون حسام البدري كده. لا حسام يعني في وضع لا يحصل عليه، لان احنا فرقتنا مستواها فنيا يعني نقدر نقول مقبول، تراجع كثيرا الفتره الاخيره. يعني هي محتاجه بقى تفصيل، يعني حسام لازم يقعد يفصل. حسام هيمشي في الوقت ده غير الفتره بتاعت النادي الاهلي. النادي الاهلي كان فيه لعيبه ما يختلفش عليها اثنين، انت بتجيب ابو تريكه بتحطه، بتجيب بركات بتحطه، بتجيب فلان صح. انت لا في المرحله دي لا محتاجه شغل كتير طبعا. شغل كتير وابتكار، محتاجه ابتكار كتير. طيب من خلال مدربك للدوري المصري ايه اكتر فريق لفت انتباهك او اكتر لاعب لفت انتباهك في بدايه المسابقه، سواء في الانديه اللي صعدت او الانديه المتبقيه من المسابقه من الموسم الماضي بشكل عام في الدوري الاسابيع اللي اتلعبت الاربع خمس اسابيع اللي اتلعبت؟ لا انا رمضان صبحي في طفره في ادائه، انا سعيد بيه جدا لان هو واضح ان هو في نضج بشكل كويس في التنوع في الاداء بتاعه جوه الملعب. يعني ده اللي بسطني، يعني رمضان الاول كان وان واي من على الخط ويفوت معروف تحركه، لا ابتدى بيخش لجوه دلوقتي، ابتدى يبقى زي يستلم كويس وباصي كويس كمان. فدي حاجه جميله الفنش. جدا ودي حاجة اللي أسعدتني جدا، ومن الحاجات اللي أنا لاحظت فيها تطور في المستوى الفردي بالنسبة لرمضان بشكل كبير جدا. وده يرجع برضو للمدير الفني أكيد إن هو اتكلم معاه وإن هو وجهه واداله الحلول في التحرك. ما هي دي الحلول اللي أنا كنت بكلمك عليها. أيوة. إزاي المدير الفني يدي اللعيب الحلول. طيب فرقة بقى، فرقة لفتت انتباهك أو فرقة ظهرت بشكل ما كنتش تتوقعه أو شايفها بدأت الدوري بشكل كويس؟ لا النادي الأهلي. ما هو النادي الاهلي استثناء. لا مفيش حد، لا الباقي كله زي بعض. الباقي كله زي بعض. يعني الباقي كله زي بعض. بدون تعصب ان انا اهلاوي او لا لا لا، بكلمك فنيات. بكلمك من واحد يعني يمكن انا بفهم شويه في الفنيات، يعني اعتزم ان انا بفهم شويه في الفنيات. لا النادي الاهلي في حته ثانيه، الباقي كله زي بعض. الباقي كله زي بعض. في لعيبه ما بتعرفش تقف لغايه دلوقتي. تتفرج في الدوري المصري انا في ماتشات بتفرج عليها في لعيبه ما بتعرفش تقف. يعني ببقى نفسي اوقف الناس واقفه كلها غلط. يعني وفي لعيبه في مرض، انا اقول لك على مرض يمكن الكلام ده انا اول مره اقوله. في لعيبه انت تحكم عليها ان هي كويسه جدا هايل. في لعيبه بتجري ورا الكوره ودي بقى مشكله المشاكل. بتجري ورا الكوره؟ بتجري ورا الكوره. بمعنى انا بلعب هاف باك ديفندر. اه. انا مسؤول ان انا دايما اكون في مكاني، يعني ان انا اطلع من نص الملعب.
سواء في الناحيه الهجوميه ببقى ورا الفراوده، في الناحيه الدفاعيه ببقى قدام السرد باكين. لو انا هاف باك ديفندر طلعت بره سبت المكان ده وطلعت بره في الحته دي مشكله المشاكل. في لعيبه ثلاث ارباع مصر بتقول عليها لعيبه كويسه جدا وهايلين بالذات في المكان ده، انا بتكلم في المكان ده بس طبعا مش هقول اسامي حتى، أكيد. بيجري ورا الكوره ودي مصيبه يعني، دي في 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 اللي يعرفها هو طبيعي انه يتحرك بدون كوره. انا مسؤول لا في النواحي الدفاعيه انا مسؤول ان انا اراقب المساحه اللي بلعب فيها، المكان اللي انا بلعب فيه تمام، واي حد يجي في المكان ده. انت تخيل حضرتك مثلا في الجيش واحد عسكري فوق تبه ساب التبه ونزل مشي راح في حته تانية وهو ماسك برضه البندقيه، مشكله المشاكل كبيرة. انا مكاني هنا سواء في كوره او ما فيش كوره، مش معنى ان الكوره بتتحرك يبقى انا اطلع بره البوزيشن بتاعي. ثلاث ارباع لعيبه مصر فيها العيب ده، ده خطا تكتيكي كبير. كل ما الكوره بتتحرك تلاقي المشاكل بتزيد سواء في الديفنس او في نص الملعب، يعني حتى اللي واقف يعني انت الفرقه المنافسه بتنقل تلاقي الفرقه واقفه كويس، لو نقلت كوره تانية تلاقي واحد طلع بره اوت اوف البوزيشن بتاعه وقف غلط سرح، بتلاقي بعد كده لو انت هتقعد تنقل تلاقي اتنين تلاته، فانت سهل ان انت تضربهم تخترقهم من المساحات اللي هي اكيد. او الف ب كوره ازاي كل لعيب في مكانه ما يسيبش المكان بتاعه. انا باك رايت ما سيبش الباك رايت، انا اضم جوه بس لما تكون الهجمه تكون الناحيه الثانيه، انما لو انا باك رايت بحمي اول وظيفه ليا ان انا احمي الجنب اللي انا بلعب فيه. في اساسيات اللعب، اساسيات الكلام ده كله لو من الصغر بيتقال واللعيب بيطلع بينشا عليه وبيتمرن عليه بتبقى الامور سهله جدا. لما بيمشي الكلام ده موجود في الدوري، ها الطبيعي ان الكلام ده ما يكونش موجود في الدوري، انت بتتكلم انت وصلت لمرحله ان الدوري ده بيلعب فيه احسن لعيبه في دوري محترفين وكلهم محترفين وكلهم محترفين، فخلاص المفروض كله مؤهل للكلام اللي احنا بنقوله ده. لا لا لا، النادي الاهلي في حته تانية خالص، بالذات في الحته دي، في حته التمركز وحته ان اللعيبه حافظه المناطق اللي هي بتتحرك فيها وهي بتهاجم وهي بتدافع. النادي الاهلي في حته تانية خالص، وهو ده اللي فارقه عن اي فرقه داخل الدوري المصري، وده على مدار التاريخ وعلى مدار السنين. عدم بالظبط كده، عشان كده في الاخر نتائج البطولات وارقام البطولات بالظبط كده. لا يعني مثلا المساكي دايما تقول المساك لما كره بالعرض لعب ما تبصش على الكوره بس، انت شوف راس الحربه اللي انت ماسك، راس الحربه الاساس، لان هو ميل يا حتى لو ما شفتش الكوره يعني، بس الاساس ان انا ابقى شايف راس الحربه وحاطه قدامي ان هو يتحرك للكوره، لان هي الكوره هتجيله، فلما تجيله ابقى انا واقف مظبوط. ان انا بصيت على الكوره وهو سرقني دي مشكله كبيره، طيب هيخطفني في هدف على الاقل. فدي عشان كده فايلر زي ما انت بتقول الاسبوع اللي بيقعد يتكلم مع اللعيبه كتير جدا في هذا الكلام، اكيد. وزي ما قلت لك دي لعيبه النادي الاهلي بتتميز عن لعيبه مصر بشكل كبير جدا في الحته دي. طيب فرصه انا معاك يا كابتن خالد، وواضح حضرتك حتى لما بتتكلم بعامل نفسي مهم جدا، نبره صوتك فيها عامل نفسي مهم في الحديث حتى. فواحد زي محمد محمود لاعب النادي الاهلي في توقيت زي ده، ممكن بخبراتك كمدير فني او ككوتش او كنجم كبير في النادي الاهلي، ايه الرسائل او ايه الكلام اللي ممكن يتوجه له؟ لعيب جاله رباط صليبي في اول مباراه في اول دقائق نزل فيها مع النادي الاهلي، تغاب فتره حوالي 9 شهور، الموسم كله بالنسبه له انتهى، بعدها بفتره في تدريبات بعد مباراه وديه ولسه ما نزلش اي مباراه رسميه جاله صليبي في رجليه الثانيه. يعني لعيب الكوره في التوقيت ده بيحس بايه، او ايه الكلام او الرساله اللي ممكن تقولها له؟ محمد من اللعيبه الكويسين جدا، ولعيب موهوب ولعيب عنده تالنت ولعيب المستقبل باذن الله قدامه كتير باذن الله. ساعات لعيب الكوره بيقابله حظ وحش بالذات لما بينتقل لنادي بقيمه النادي الاهلي، فمحمد يمكن اتنقى عليه شويه زياده يعني، خد عين راح النادي الاهلي وبتاع. المطلوب من محمد دلوقتي الكلمه اللي انا اقولها له ان نمره واحد لازم يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما يزعلش ان جاله صليبه قبل كده وبعدين جالي صليبي، لا لا لا، هو يرضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. نمرة اتنين بعد كده ما يستعجلش بإذن الله لما يخف، ما يستعجلش في رجوعه للملعب. نمرة تلاتة لازم يهتم بتقويات عضلات جسمه بشكل كويس، جسمه يبقى شايله بشكل كويس جدا جدا جدا. بمعنى ايه؟ يعني العضلة الأمامية تبقى عضلة أمامية تبقى باينة، العضلة الخلفية تبقى قوية، العضلات اللي جوه لازم تبقى قوية، لأن كل الكلام ده بيشيل مع الركب، فبيقلل بيقلل الاصابه بالذات في الركبة. انت لو عضلاتك شايلاك، ولعيب الكوره دلوقتي ايه؟ سرعه وقوه. قوه يعني لازم اخلي كل عضلاتي شايلاني ودايما بشتغل عليها بشكل كويس ان هي تكون شايلاني وحامياني.
فربنا بإذن الله يرجعه بالسلامة ويشفيه زي ما بقول له، يكون راضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى، ما يستعجلش في الرجوع، يهتم بالتقويات بعد كده بالنسبة لعضلات جسمه كلها، كتافه ودراعاته، لأن دايما أي لعيب بيجي من خارج النادي الأهلي المخزون التدريبي ما بقاش عنده مخزون تدريبي بشكل من ناحية الأحمال ومن ناحية الكلام ده زي النادي الأهلي، فبيبقى قليل، فبيبقى عرضة أكبر أنه هو يصاب. لما بقى بيشتغل كل يوم وبيشتغل بالجهد الكبير اللي بيتبذل، بالريتم السريع اللي بيتلعب بيه، خلي بالك ما أنا ممكن ألعب كورة ألعب برتم ما أنهكش ما أتعبش، إنما لو بلعب برتم سريع هو ده رتم النادي الأهلي، رتم مكان غير مكان، إيقاع اللعب في مكان غير إيقاع طبعا، وهو ده اللي بيفرق النادي الأهلي عن أي نادي برضه تاني في مصر، رتم اللعب، الريتم الأسرع، الريتم اللي بسرعة. فأي لعيب بيجي من بره النادي الأهلي ما كنتش متعود على هذا الكلام، بتبقى نسبة تعرضه للإصابة بتبقى كبير. فربنا بإذن الله يشفيه ويرجعه بالسلامة بإذن الله. سبق في جيلكم حصل ده مع أي لاعب انضم جديد وكان عرضة للإصابات؟ طبعا طبعا. وقتها كان أبرز النجوم أو كان مين مثلا حصل مع موقف زي ده؟ لا، هو مش مع كل المدربين، يعني احنا يمكن انا اتمرنت مع مدربين كتير جدا، يعني سواء مصريين او اجانب في النادي الاهلي، مش مع كل المدربين. هي الحته دي ان زي في علم التدريب، علم التدريب بقى النواحي البدنيه دي علم، ما فيهاش ابتكارات، ما فيهاش بقى اراء واحد يطلع يقول مش عارف ايه، لا ده علم، ده علم ودراسه، اللي درسه وعارفه بيتكلم فيه بشكل كويس. في علم التدريب في حاجه اسمها فروقات فرديه، يعني محمد غير خالد غير اي حد. فالمدرب الشاطر اللي بيبقى واخد باله من الحته دي، حتى تلاقي الاحمال التدريبيه بتختلف من واحد لواحد او صح، من مجموعه لمجموعه، من معد بدني لمعد بدني اخر بالظبط. وعشان كده انا قصه المعد البدني دي اخطر حاجه. المدير الفني لازم يكون عارف كل حاجه، يكون دارس كل حاجه، عارف كل ده ليه؟ عشان لو جاب معد بدني المعد البدني بيشتغل، يبقى هو شايف ان هو بيشتغل صح، لان انا ممكن اجيب معد بدني الفرقه كلها تعور، الفرقه مش قادره تمشي، الفرقه تقيله. يعني مثلا هقول لك حاجه، انا لو جبت معد بدني وانا ما بفهمش، انا راجل مدير فني، وفي علم التدريب اللي احنا بنقول عليه علم ما فيهوش ابتكارات، التحمل مثلا، لو المعد البدني ده جه قبل الماتش بثلاث ايام، التحمل، قدرة التحمل عشان لعيب الكرة يتمرن، تديله تدريبات فيها تحمل، بيستعيد شفاه بعد 72 ساعة، ده علم مش رأيي ولا أنا يعني 72 ساعة. معنى الكلام ده إيه؟ إن أنا لو مثلا الماتش يوم الجمعة، لو جيت يوم الأربعاء اللي هو فاضل 48 ساعة على الماتش، والمعد البدني اللي موجود معايا اللي بيشتغل واسمه معد بدني واشتغل في تحملات سرعة بالنسبة للعيبة، يبقى وأنت مغمض كده هتلاقي الفرقة يوم الجمعة الفرقة رجليها أكنها فيها رمل مش قادرة تجري، ده علم. فلو المدير الفني مش فاهم الكلام ده، مش شرط ان انا مش شطاره ان انا اجيب معد بدني عشان انا ما بعرفش، لا لازم اعرف واجيب معد بدني عشان اطمن ان الشغل البدني كله في النادي الاهلي. جه في وقت في لعيبه كتيره جدا كانت بتتعور، انا كنت عارف السبب، يعني السبب انا كنت عارفه من سنه تقريبا، حاجه كده موجود في التيم. لا السنه اللي فاتت دي كان في نسبه اصابات كتيره جدا. فلازم اي مدير فني يكون موجود معاه معد بدني، لازم هو يكون فاهم، والمعد البدني يشتغل من خلاله مش من دماغه، يشتغل من خلال البرنامج اللي المدير الفني هيحطه بالظبط كده. النهارده في شغل تخصصي، بكره عايز ارفع الناحيه البدنيه بالظبط، لان انت بتيجي مع المعد البدني بتقول له انت قدامك 25 دقيقه، قدامك 20 دقيقه، قدامك 30 دقيقه، وهتشتغل كذا وكذا وكذا. اختيار التدريبات والوحده هو يعملها، بس هو الهدف انت بتحطه له، الهدف انت بتحطه له كمدير فني. امال هو برنامج تدريبي يعني ايه؟ يعني يقول لك البرامج التدريبيه والمدير الفني، ده لكل واحد. الوحدة التدريبية بتعمل لها برنامج، بيبقى فيه قاعدة مع الجهاز قبل التمرين، انت هتشتغل كذا، انت هتشتغل كذا، انت هتشتغل، سواء معد بدني، سواء مدرب عام، سواء مدرب مساعد، حتى مدرب الحراس. المدير الفني بيجي بيقول انا عايز الحراس بعد 20 دقيقة، بعد نص ساعة، بعد ساعة الا ربع. مدرب الاجوان بيحط البرنامج بتاعه على المدة اللي بيسيبها له المدير الفني. كرة فيها تفاصيل كتير قوي قوي قوي. طبعا مش فكره تغيير او طريقه لعب، لا وبعدين نغمه يقول لك لا الكوتش دون هو اللي يقف على ساعه الماتش ويغير طب دي كانت تبقى شغلانه سهله جدا. يعني لو المدير الفني هي شغلته ان هو ساعه الماتش يقعد يتفرج ويغير، دي شغلانه. طب ما الناس بتبقى في التلفزيون بتغير احسن تغيير وتحلل لك الماتش وتقول احسن كلام. انا بشوف الدوري الانجليزي دايما في مساعد جنب كل كوتش، دايما ماسك ورقه وقلم او ماسك سبوره، وفي هيدفون مع حد سكاوتنج موجود في فوق في المدرج،
وفي كوميونيكيشن اتصال طبعا عشان فكره في اداء التفاصيل، في اداء التفاصيل الصغيره نفسها. طبعا امبارح انا اتفرجت، بص امبارح اتفرجت على ليفربول والارسنال، ارسنال وليفربول مريح كلوب، مريح كل الفرقه، كل الفرقه، اولاد صغيرين بيلعبوا، ما فيش غير اربعه اوريجي ونابي كيتا وميلنر وشامبرلين. شوف الفرقتين بيلعبوا ازاي، شوف رتم اللعب وشوف الكوره، غير الكوره اللي احنا بنتفرج عليها حاجه تانية. ما يعني معلش هو يمكن انا كلامي ما يبقى دمه تقيل شويه، بس هي دي حقيقه، عشان احنا لو عرفنا هذا الكلام هنعرف ازاي نطور من كره القدم اللي عندنا. لو قلنا احنا عندنا هايلين وكله تمام مش هنتقدم خطوه واحده، مش هنتقدم، بالعكس بنرجع لورا. فانا امبارح مش عايز الماتش يخلص 5-5، في ماتش كوره 5-5. لا والغريب في حاجه تانية، انت خالد كمان، في حاجه غريبه، انا متوقع قبل الماتش ليفربول وارسنال ايا كانت المباراه، حتى لو في كاس الرابطه، وكاس الرابطه بالنسبه لهم مش هو التارجت زي الدوري، بس ليفربول وارسنال قلت هينزلوا بالفول تيم. اتاري لا، الجهاز الفني ايا كانت المنافس مين قدامي، لا انا ليا هدف معين وعندي مباراه بعد كام يوم مع فرقه تانية، لا العب بالتيم التاني، العب بالزبط. بالصف التاني بالظبط، والصف التاني ده هو مؤهله. يعني شوف كلوب امبارح عظمته في تشجيع اللعيبه الصغيرين ازاي، يعني شوف بيقعد يسقف، بيقعد بيسقف ازاي، بعد الماتش بينزل بيحضن كل لعيب ازاي وبيشكره ازاي. لا حاجه، فالكلام ده مش من فراغ، مش حكايه مدير فني يقف على الخط يغير ويعمل، لا مش 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 كده. احسن مدير في احسن مدير فني في العالم طبعا حاليا. كان ماني عملوا معاه حديث، قالوا له رايك في كلوب ايه، قال لهم لا من الشخصيات اللي مش هتتكرر تاني على مستوى العالم. اكيد اكيد. كابتن خالد جدالة نورتني وشرفتني، وعلى الاقل بصراحه على المستوى الشخصي مبسوط جدا بهذه الحلقه. الله يخليك، لان حضرتك اتكلمت في تفاصيل مهمه جدا، وانا على المستوى الشخصي استفدت بيها كتير جدا. الله يخليك يا محمد، انا سعيد كنت معاك، وكل سنه وانت طيب ودايما كده في احسن صحه وحال يا رب. الله يخليك يا سيدي، شكرا شكرا جزيلا. فقره فنيه كانت فيها تفاصيل صغيره لكن بالطبع لها علاقه بالنتائج اللي بتحصل في مباريات كره القدم. اتكلم كابتن خالد جدالة في تفاصيل مهمه بالنسبه للمرحله الجايه، بالنسبه للنادي الاهلي في المشوار المحلي، المشوار الافريقي، معسكر الامارات، كيف يستفيد به الجهاز الفني لكي يعود بالنفع على اللاعبين بعد العوده من هذه الفتره التوقف واستئناف المسابقه ان شاء الله يوم 25 نوفمبر. الى هنا تنتهي الفقره على المستوى الشخصي بالنسبه لي مع حضراتكم. بعد الفاصل كابتن عبد الحميد حسن ميدو، وفي استضافته الكابتن او الناقد الرياضي الاستاذ ابراهيم داوود. شكرا لحضراتكم، والتقي على خير بكم باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.